السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. تسريب أحمد مرتضى منصور وأخيه أمير مرتضى منصور. هنتكلم على أساس إن الفيديو ده حقيقي لحد ما يثبت العكس، أو ممكن يكون مفبرك مثلا. يعني في ناس بتشايفة إن هو مفبرك، وده برضو مش اختصاصنا، احنا مش جهة. وهو أساسا ما فيش فيه أي تجاوزات إلا إذا حد برضو يفيدنا في هذا الشق، إلا إذا أحد الأطراف اللي تم ذكر اسمها في المحادثة أو المحادثة الهاتفية ما بين أحمد وأمير ممكن يتقدم ببلاغ أو يثبت صحته يعني. لكن وجوده على السوشيال ميديا ممكن يكون مفبرك وممكن يكون حقيقي، احنا بنتكلم في كلا الحالتين يعني. هنتكلم طبعا على إنه فرضا جدلا لو هو حقيقي، أنا ما أقدرش أجزم برضه عشان أنا ما، لكن ما أقدرش أجزم ليه دي؟ لأن الاتنين إخوات. الاثنين طرفين المكالمة اخوات، هل في حد فيهم هيسرب للتاني؟ والاثنين برضو بيتكلموا تقريبا بنفس الالفاظ، امير مزودها شوية في نفس الالفاظ، في الفاظ يعني سيئة جدا، واحمد الى حد ما على خفيف بيلمس، قال لفظ ممكن مرة في المحادثة اللي انا سمعتها هي 3 دقايق، يعني اللي انا سمعتها هي 3 دقايق، اذا كان في حاجة غيرها بقى ريت حد يقول، لكن انا سمعتها هي 3 دقايق. اولا مش هتكلم عن الالفاظ، يعني الالفاظ سيئه جدا 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 وكلنا بنرفض هذه الالفاظ، وخصوصا لما تكون بتتكلم في حق اطراف اخرى. يعني انت ممكن تقول، ممكن تتكلم بشكل عام عن موقف معين، تشتم الموقف، تشتم مش عارف ايه، ده حاجه بنت 60 في 70، ده حاجه مش عارف ايه، لكن لما تيجي تقول فلان الفلاني ابن كذا كذا، ده اللي احنا بنرفضه وكلنا. لكن برضه مش هننكر ان في فئه من المجتمع طريقه كلامها بالالفاظ الخارجه دي. طيب انا يعني ايه مشكلتي مع هذا التسريب؟ مشكلتي في هذا التسريب رؤيه امير واحمد لنادي الزمالك وكل من له علاقه بنادي الزمالك، حتى الناس اللي مقربين من مرتضى منصور. طبعا حاجه مش جديده. يعني ايه حاجه مش جديده؟ حاجه مش جديده ان احنا نشوف مرتضى منصور هو اللي مسيطر وفكره ابنائه، انا بتكلم تاني لو هذا التسريب صحيح، وفكره ابنائه عن القايمه او مجلس اداره نادي الزمالك او اي حد بيبقى موجود مع مرتضى منصور، فهو بيبقى برافان، بيبقى صوره ملوش اي تاثير، الكلام ده احنا عارفينه من زمان بناء على تصرفات مرتضى منصور اللي هو ما بيرجعش لمجلس اداره، بيطلع يصرح بتصريحات ويتكلم في أي حاجة، يتكلم في أي وقت، بيتخذ قرارات دون العودة إلى مجلس الإدارة، مواضح. ولما اتكلمنا عن المستشار أحمد جلال إبراهيم قبل كده قلنا فين دوره كنائب، لما اتكلمنا عن يعني هو مرتضى منصور اللي كان شوكة ممكن تكون في ظهره هو طلعها، سواء هاني العتال كنائب أو حتى عبد الله جورج أو راح مدخل مكانهم أحمد مرتضى منصور، وتقريبا حمادة أنور أو حمادة عادل حاجة زي كده، دول اللي دخلوا مكانهم عشان إيه؟ اللي مرتضى منصور مش عايز وش، مش عايز حد يوجع دماغه يعني. وده اللي قاله أمير في مداخلته، قال لك إيه؟ يا أحمد بلاش أنت تخش في منصب النائب عشان الناس، أبوك طول ما هو موجود رئيس هيخبط في النائب بتاع القايمة التانية، والناس هتقول لك ده علشان خاطر ابنه، ولو سقط هيعمل فيه، وهو نجح هيعمل فيه وهيبقى مش عارف ايه والكلام ده كله، ونبقى كده خسرنا. فخليك انت ابعد عن موضوع النائب ويخليك عضو، وحتى لو ابوك خبط في النائب التاني اللي هو هشام نصر فهيخبط فيه مش لمصلحه، الناس هتقول مش لمصلحه ابنه، لمصلحه المجلس بقى، لمصلحه المجلس بقى. طيب مين اللي ممكن يكون يعني هو كان مرتضى بيفكر ان هو وابنه يكون هو رئيس والنائب، فقال لك مين بقى اللي ممكن يحل في مكان النائب ده؟ شوفوا فكرة النائب واللي موجود حاليا النائب في مجلس إدارة مرتضى منصور، المفروض ان هو كان محافظ سابق ولواء،
لواء. لما أمير بيتكلم بقى بيقول والله احنا عايزين واحد كده بلفظ خارج زي أحمد جلال إبراهيم، ممكن نشوف خالد لطيف اللي هو عضو ولا أمين صندوق في نادي الزمالك، نشوفه هيقوم بنفس، هو بيقوم بنفس الدور، ولا هيقدم ولا يأخر ولا يكون قلق. ذكر بالأسماء، أنا ما بقولش حاجة من عندي، بناء على التسريب اللي احنا بنفترض حقيقته، انه وعلى جهات التحقيق بقى الى اي حد متضرر يلجأ بقى ويثبتوا صحته من عدمه، يعني اي حد ذكر اسمه بلفظ او كنوع من انواع السب او القذف او فوصف خالد لطيف امين الصندوق بتاع نادي الزمالك ان هو نفس الوصف اللي وصفه للمستشار احمد جلال ابراهيم، يجي كده بس صوره ما يعملش حاجه يعني. طب واحمد اقترح عليه ايه رايك في ايمن يونس؟ احمد مرتضى منصور بيقترح على امير بيقول له ايه رايك في ايمن يونس؟ فراح شاتم ايمن، امير راح شاتم ايمن يونس بلفظ برضه لفظ اباحي كده يعني. وبعدين كلام امير، انا مهم انت تنجح وانا بتعامل من بره المجلس، بس انا بتعامل نادي الزمالك كاني رئيس نادي الزمالك، يعني كل حاجه الصلاحيات كلها موجوده معايا كاني رئيس نادي الزمالك يعني، فانت تخليك عشان ما نخسركش، وممكن لا قدر الله لو سقطت زي المره اللي فاتت لا خليك عادي في المجلس. في نادي الزمالك في المعادله كله بيتكلم كانك بتقسم التورته، قسم بتاع البسبوسه، اديني حته كبيره وانت خد حته كبيره والباقي ملوش اي دور، الباقي خليه مصمص في صوابعه بس يعني. نادي الزمالك فين؟ ما مين اللي سرب ده؟ السؤال ده اتنين اخوات مستحيل واحد فيهم، لان الاتنين واحد اتكلم بطريقه سيئه شديده اللي هو امير، والتاني على خفيف، مع مش معقول امير او احمد هيسربوا لبعض يعني، هنشوف. لكن دي مشكلتي، التجاوزات في حق الاشخاص وفكر المرتضى واولاده تجاه نادي الزمالك والناس اللي موجودين في المجلس، ودائما وابدا انا بسميها متابعني على طول بقول نادي الزمالك يدار بطريقه الوان مان شو، عرض الرجل الواحد، اللي هو الواحد بيعمل كل حاجه، مش حد له اي حاجه، انا اللي عملت، انا اللي بنيت، انا اللي هديت، انا اللي سويت، انا اللي جبت، انا اللي بعت، انا اللي اشتريت، انا اللي جددت، انا اللي اتعاقدت، انا 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 ابريق الشاي يعني. سألني رايكم في موضوع التسريب ده، رايكم في هشام السباط رئيس نادي الهلال السوداني اتكلم بخصوص الحضور الجماهيري وقال هننتظر، احنا منتظرين موافقه الاتحاد الافريقي على حضور الجماهير لمباراتنا مع النادي الاهلي. اولا مع احترامنا لهشام السباط، نتمنى دائما وابدا الاستقرار للشعب السوداني الشقيق، ونتمنى الامن والامان للسودان الشقيق، لكن الظروف الحاليه ما ينفعش يكون فيها جماهير من وجهه نظري. ثم ان الاتحاد الافريقي قبل كده قال كلمته الاولانيه، الاتحاد الافريقي حبه فوق وحبه تحت، قال لك مباراه الهلال هتلعب الساعه 6 وبعدين رجعوا تاني قال لك الساعه 3، قال لك قبل كده ما فيش جماهير. ممكن بعد طلب هشام السباط يقول لك في جماهير، ما حدش عارف اي حاجه. هشام السباط بيتوقع طبعا من وجهه نظره ان الهلال يتاهل عن المجموعه بتاعته، وبالنسبه للنادي الاهلي محمد الشناوي قناه النادي الاهلي من خلال قناه النادي الاهلي ان محمد الشناوي ربما يكون جاهز، والموقع الرسمي ان شاء الله ممكن يلحق مباراه الهلال السوداني بدوري ابطال افريقيا. وبرضه من خلال قناه النادي الاهلي اتكلموا عن كابتن محمود الخطيب وقال انه انزعج جدا لما عرف ان الحكم كليمنت الفرنسي هو اللي هيدير مباراه الاهلي والهلال في كاس العالم للانديه، وهنا بريده قال للمسؤولين يعني ما تعرفوش القرار الفيفا استعمله، بس السبب في اختياره يعني، انا بريده اوضح لهم ما تحتجوش، كلم الكابتن محمود الخطيب قال هنا بريده الكابتن ما تحتجوش على قرار الفيفا استعمله، بس ايه استعلمه اعرفوا بس ايه السبب في اختياره. وبريده قال ان انفانتينو مع كل قرار صح ياخده الحكم بيبص له كانه بيقول له كنتوا خايفين منه يعني. ابو هنا بريد يقول لك ما تعتر، طب انت لازمتك ايه يعني؟ انت جاي تنصحنا يا استاذ يا شي مهندس يعني، انت الكابتن انزعجنا وكلمنا ان انت المفروض مصري وموجود في الكاف ومكتب التنفيذي سواء في الكاف او الاتحاد الدولي كره طبعا، فبنقول لك ايه اللي بيحصل، فتلاقي ما تحتاجوش بس اساله ليه تم تعيينه الراجل ده، احنا طب ما انت تقول لنا، ما تسال وتقول لنا يا عم. لا 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 ماليش دعوه. قال لك بقى واحنا كنت قاعد جنب فينتينو كان كل قرار بيتاخده كليمنت يبص له كده ويبص، انتوا كنتوا معترضين على الراجل ليه؟ ما الراجل حلو وتمام التمام. طب حلو ولا تمام التمام؟ انا بتكلم عن فكره المبدا، ازاي واحد يدير مباريتين صح وحش ليه؟ من قله الحكام، حكام اتمنعوا يعني،
بالنسبة لمحمد عبد المنعم، أعتقد القرار الأخير بخصوص محمد عبد المنعم ومدى مشاركته من عدمه في مباراة السنغال القادمة بسبب تراكم الإنذارات بنسبة 100% إن محمد عبد المنعم هيشارك في مباراة السنغال لو هو جاهز طبعًا، ومفيش أي إخفاقات من قبل الكاف. الاتحاد المصري لكرة القدم بيقرر تعيين أحمد الغندور حكم مباراة الزمالك وسموحة بكرة في الجولة 9 من الدوري المصري. المباراة هتكون الساعة 5:30، وإن شاء الله ممكن نكون مع بعض بنعلق على المباراة لو حابين يعني. لكن نتمنى طبعًا عارفين أحمد الغندور طبعًا ربنا يسترها بكرة في ضربات الجزاء، رجعنا للدوري تاني ورجعنا لضربات الجزاء يعني. ربنا يسوى احمد الغندور بسم الله ما شاء الله ما بيتوصاش في اي حاجه لنادي الزمالك. مرتضى منصور من خلال المؤتمر الصحفي كان اعلن انه نادي الزمالك حصل على حكم لصالحه بالغاء الغرامه من الاتحاد الدولي لكره القدم لصالح معروف يوسف يعني. معروف يوسف مصدر مقرب منه قال لك هذا الكلام عاري تماما من الصحه، واكد ان الزمالك ما كسبش القضيه، بالعكس لسه في جلسه بعد شهر وان الشكوى لا تزال مستمر، ده بناء على مصدر قريب من اللاعب معروف يوسف. كلام كتير معرفش ايه الداعي ليه كروش، كلام على ان اتحاد الكوره بيدرس تعديل عقد كروش كيروش مدير فني منتخب مصر وتمديده ل 2023. طب ما نستنى نشوف كاس العالم هنتاهل، ما جايين قبل كاس نمدد ايه يا راجل؟ طب مدده شويه على الشيزلونج بقى يا حبيبي انت وهو، انتوا بتنظر منظر يا عم الحاج ولا ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ انتظر رايكم في التسريب، كل واحد يقول هو شافه ازاي وجهه نظره يعني. طبعا الالفاظ ما، لكن في بيئه كده بيتكلموا، لكن انا قلت وجهه نظري، منتظر اسمع رايكم. شكرا حسن متابعه حضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله.